السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام متابعين قناة منوعات أبو محمد في عدن الريف. النهاردة نتابع سلسلة فيديوهات عمل ماسورة أسون على عمق 120 متر. معلم وائل الفولي وهنكتب رقم تليفونه على العنوان. شكرا يا معالي باشا، ربي يديك الصحة. شكرا يا باشا. عشان نظبط المكره بتاعت الماسوره طالعه من هنا. اسمها العمليه دي بقى عشان اصور طعامه كتير. عشان ايه؟ عشان نوسع فورم كتير. دي على التوسيع الفورم اللي هينزل فيها الماسوره عشان تنزل من تحت. تطلع وينزلوها ويطلعوها وينزلوها كذا مره يقوم المكان بتاع اللي بتنزل فيها يكون تمام متسع. Thank you.